اغنيتي الجديده نزلت يلي هوي. مش دي المصيبه، المصيبه ان انا ما اعرفش انها نزلت لان انا كنت نايمه. فتحت الصوده ولقيت صحابي في المكان التاني بيعملوا لي منشن وبيعملوا لي شير وانا اصلا ما اعرفش ده، انا نايمه في العسل. استغفر الله العظيم يا رب، يا رب صبرني يا رب واديني طول. فبجد انا قايمه من النوم مخضوضه وانتوا مش متخيلين انا قايمه مخضوضه ازاي، لان في كارثه بصراحه انا عملتها في الكليب. خش اتفرجوا، خش اتفرجوا، هتلاقوا اللينك في البايو، واللي عجبه الكليب يبعت لي في المكان التاني عشان اعمل له مفاجاه، ياخد سكرين شوت من الكليب ويقولي رايه في المكان التاني عشان اختار 10 افراد واديهم هدايا بمناسبه احتفال الكليب. يلا اطلعوا، هتلاقي اللينك بره. معلش بس متعصبه شويه عشان اعصابي تعبت، انا شكلي هخش مصحه او شكلنا كلنا هنخش ان شاء الله قريب.